مرحبا بنات، شلونكم؟ نبدي الفيديو ببركة الصلاة على الرسول، اللهم صلي على محمد وآل محمد. اليوم اجيتكم بفيديو جديد وفيديو غريب، ان شاء الله راح يعجبكم. طبعا راح اشوفكم المواعين مال البيج مالتي، طبعا بيج مالتي اني وصديقتي. صديقتي تفتح لايف على التيك توك يوميا من ساعة 5 العصر لحد ساعة 8. هاي الغراض حبيت اشوف لكم اياها شنو اكو بالبيج. طبعا الحساب مالت البيج هسه راح اخليه بتعليق مثبت مالت الانستغرام ومال التيك توك، واسم البيج هو بيت الياقوت الاوروبي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، خليكم ويانا، روحوا اشتركوا وكتبوا لها من تكونوا متواجدين، اكتبوا لها من طرفي. هنا دا اشوفكم شنو الشغلات الموجودة بالبيج. طبعا كل الشغلات الموجودة هي موجودة شغلات اوروبية ثقيلة. هنا دا اشوفكم حجم الكاسة، طبعا هنا حجم الكاسة كلش كبير وشكلها كلش حلو. الغراض الموجودة بالبيج هي شغلات أوروبية كلش حلوة، وموجودة بضاعة ملابس شيئاً ملابس بناتي ونسائي، كل شيء متواجد بالبيج، شغلات حلوة راح تعجبكم. طبعاً والأسعار كلش مناسبة، أرخص من أسعار السوق بهواية، أنتوا راح تدخلون وتشوفون بنفسكم. هنا عدنا هاي المواعين مالت الحلا، طبعا اني ما راح اقول لكم كل الاسعار لانه اني ما اتذكر كل شيء بالبيج من الاسعار، بس اتذكر هاي المواعين الصغار كانت الواحد بألف، وهاي الكاسات كانت الوحده بألف. هنا هاي الكاسات تستخدم للسوب وللشوربه، تقدرون تخلون بيها اي شيء، طبعا شكلها حلو وناسكه كلش. اتمنى اشوف كل متابعيني موجودين بالانستغرام يسوون متابعة ولايكات للمنشورات التنزل، واتمنى اشوفكم بالبث مال التيك توك، ان شاء الله تكونون موجودين. وشوفوا هاي المواعين مال التمن، هاي المواعين مال التمن، او تقدرون تصبون بيها مرقة ترهم الكل شي. هاي سعر الماعون 1500. أشكال حلوة ومختلفة، ومثل ما تعرفون تجي أشكال بالكراتين، أشكال مختلفة وأنواعهن كلش هواية، بس أني هنا حبيت أشوف لكم إياهن، خاف أكو شغلات ما موجودة بالبيج ومنازلة، أني حبيت أشوف لكم إياهن، وأني كل فترة راح أنزل لكم شنو أكو غراض موجودة بالبيج حتى تشوفوهن وتستفادون وياي. طبعا تفاعلكم بالفيديوهات كلش قليل كلش قليل، أتمنى ترفعوا لي هذا الفيديو وتشاركوا ويا أصدقائكم حتى يشوفه أكبر عدد من الناس. هنا هذا الماعون مثل ما تشوفون ماعون أو صينية كلش حلوة، وهاي سعرها بس 2000 دينار. ألوانها حلوة، ألوان الصيف، ألوان الوردية حلوة. وهاي الكاسات همين مثل ما قلت لكم ترهم مال شوربة أو ترهم مال سوب، وهاي سعر الكاسة 1000 أو 1500 مثل ما قلت لكم. أنا طبعا والله ما أتذكر كل الأسعار، بس أكو أشياء أني أتذكرها، وطبعا الغراض ما موجودات عندي بالبيت أبد، بس أني صح هاي زولية الغرفة الخطار مالتي، هاي أول ما جبتهن أني بس شفتهن، وبعدين راحت يم هاي البنية صديقتي، ما عندي أي شي بالبيت، وأني ما إلي علاقة أبد بالبيج، مجرد أنه بس وياها بس إحنا شراكة. وهاي المواعين مثل ما تشوفون هاي مواعين الحلاوة، هاي سعر الماعون على 1000 دينار. هاي ماعون يصير أبيض وبينيلي، هواية بيجات شفت أني بالانستغرام، وشفت بيجات على التيك توك يبيعون شغلات أغلى وشغلات أرخص، طبعا كل واحد ورزقه، والله يرزق الجميع إن شاء الله، والتوفيق للجميع يا ربي. بس أني يعني إحنا سعرنا الشغلات أرخص من السوق حتى الكل يستفاد منها. تشوفون هاي المقات، هاي المقات كبيرة كلش، طبعا هاي المقات مال آيس كوفي أو مال نسكافيه، كل شي تقدرون تخلون بيها لأنه المق كلش كبير. هنا هذا سعر المق الكبير، طبعا هذا هم نفس الحجم وتصير بأشكال وألوان مختلفة. هذا المق الكبير يكون سعره 2000 دينار مثل ما تشوفون بقد هذا المق، اكو واحد منقوش واكو واحد ساده واكو واحد ابيض واكو واحد ببطنه لون، وهذا المق الصغير هذا يصير سعره 1000 دينار، هذا مو كبير قياسا بهذا المق. انا دي اشوفكم القياسات، اكو مقات السعر
بألف ونص، وأكو بألف، وأكو بألفين طبعا، وأكو أشياء هدايا اللي يصير الحساب مالتها ب25 ألف أو أكثر إلها هدية، وهواية طلبات طبعا وهدايا بيها. هذا البايركس الحراري طبعا يدخل الفرن أكيد، بايركس حراري سعره ب7000 دينار. طبعا اكثر الغراض الموجوده بالبيج هن يدخلن الاوفن ويدخلن المايكرويف، لانه كليتهم بايركس فكليتهم يدخلون المايكرويف ويدخلون الاوفن. وهاي الكاسات، هاي طبعا الكاسات النقش هسه موجودة، وهذا موديلها بالسوق كله. أني طبعا قبل ما يصير البيج أني ماخذة من هاي السوالف هواية، وانتو شايفيها بأكثر الفيديوهات عندي أني ماخذة. طبعا هاي سعر الكاسة 1000 دينار. وعندنا هاي الكاسات الكبيرة، هاي كاسات مال المقبلات أو مال يعني مقبلات، كل شيء زلاطة، تبولة، بوشار، كل شيء تقدرون تحطون بيها. من يجيكم ضيوف تقدرون تخلون بيها وتقسمون بمواعين. هاي سعر الكاسة الوحدة 4000 دينار. أنا حبيتها كلش هاي الكاسة لأنه شكلها غريب وأول مرة أشوف منها بالسوق. هواية طبعا شغلات موجودة بالبيج أنا ما شايفة منهم بالسوق. أنا أطلع وأشوف وأشتري مواعين وأشتري غراض، ودائما أشارككم مشترياتي، بس مو كل شيء شفته هسه هو موجود بالسوق. هواية شغلات وموجودة. طبعا هاي الكاسات أو المواعين الصغيرة بايركس هم تدخل الفرن كليتها مثل ما تشوفون، وهذا سعر الواحد 2000 دينار. طبعا شكله غريب وشكله حلو ولون زيتوني حلو، تعدد بالألوان وتعدد بالأشكال يغير الشكل والنفسية، هواية ألوان وهواية أشكال، كلها تلقوها موجودة بالبيج. طبعا البيج بعده جديد، بس أنا حابة أريد الدعم مالتكم تصعدونا البيج، إذا كان البيج مال الانستغرام أو البيج مال التيك توك أريد مساعدتكم. هنا عندي هاي الكاسات، هاي الكاسات سعرها 2000 دينار. شاركوا الفيديو حتى يشوفه أكبر عدد من المتابعين، وشاركوا بين أصدقائكم وخواتكم. وهذا كان الفيديو مالتنا لليوم، شغلات بسيطة شوفتكم، بس إن شاء الله بالأيام الجاية راح أشوفكم شغلات بعد أكثر وراح أصور لكم أكثر، إن شاء الله تستفادون من الفيديو. هذا كان الفيديو مالتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا استفاديتوا منه واستمتعتوا به. شكرا لكم، شكرا للمتابعة، مع السلامة.